السلام عليكم خوتي الطلبة وطالبات. هذه أول مرة كنحط إن فيديو و سورتو بالنسبة لا بيولوجي سيلولار. علاش؟ لأن بالنسبة لي هذا الكور ديال بيولوجي سيلولار إلي تخي إمبوغتون، سورتو أنه كياخد توت أون سيمستر في لافاك، سورتو في لا بخوميييغ يعني بخوميييغ أني بالنسبة للطلبة ديال إس إف أو لا إس إف تي، لأن من بعد هو مهم بالنسبة للطلبة اللي غادي يديرو يعني تخصص في إس إف من بعد مورا من بعد بخوميييغ أني. دونك أنا إن شاء الله غندير لي فيديو سولون لا ستخكتور ديال الكور كما هو معروف في إس إف أن، وغنبدا إن شاء الله أول فيديو على لا سيلول. لا سيلول بيولوجيك اشنا هي اون سيلول، و ابخي ان شاء الله غادي نمشيو مع لي زوطخ شويه بشويه ايتاب باغ ايتاب. دونك نبدا ان شاء الله على بركه الله. وقبل ما نبدا الله يخليكم، اللي عنده اي سؤال يعني فاش يشوف هاد لا فيديو عنده علاقه ديال لا بيولوجي سيلولار، نزيد با باش لا بوزي، يعني ممكن يسول في اي حاجه عندها علاقه في البيولوجيا سيلولار واخا ما تكونش عندها علاقه بهذا الكور الدرس هذا ديال لا سيلول. دونك نبداو على بركه الله، نبداو دابور بلا سيلول. اشنا هي لا سيلول؟ كومون ديفينير لا سيلول؟ لا سيلول بالنسبه في لاتان عندنا هي بيت شامبر موناستريك باغ اكزومبل. دونك لا سيلول اي يونيتي ستركتورال فونكسيونيل اي ريبرودكتريس كونستيتيون تو او ان بارتي une partie d'un être vivant. C'est-à-dire que cette cellule est une cellule binaire fonctionnelle, et reproductrice, constituant tout ou partie d'un être vivant. C'est-à-dire que la partie, d'un être vivant. واحد الانسان يعني واحد الحاجه اللي هي حيه. دونك لا سيلول قلنا بان يونيتي ستركتورال يعني هي وحده بنائيه كنبنيو بها، فونكسيونيل عندها واحد الخدمه واحد المهمه، اي ريبرودكتريس كتكاتر كونستيتيون تو بارتي دان ايتر فيفون يعني كتكون لنا واحد الجزء اولا كل من ليتر فيفون ديالنا. كما كتشوفوا هنايا هذه هي الصوره ديال une cellule, ce qu'on appelle une cellule eucaryote, c'est un des types de cellules. Inch'Allah, ça va m'en parler dans les vidéos les jaillis. Je n'ai pas le fort plutôt bien la cellule eucaryote ou d'autres cellules. À nous dire la cellule eucaryote, déjà une cellule eucaryote, c'est-à-dire le chali il y en a nawat haqiqiya. Yani la cellule, gare les cellules, il y en a nawat, qu'on s'appelle des cellules eucaryotes. وهادو هما توس لي زورغانيك لي تيكونو هاد لا سيلول اوكاريوت. وبالنسبه لهاد لي زورغانيك هادو ان شاء الله راه غادي نتا هما نهضروا عليهم واحد بواحد ان شاء الله. دونك عندنا سكون ابل اون فيزيكول، ريبوزوم هادو تا هما مهمين، عندنا لو نويو، هادو نويو هي اللي هي اللي كتعطي السميه لا سيلول اوكاريوت اللي فيها في داخل نيوكليول. عندنا لي بيروكسيزون تا هما اي سون تري تري امبورطون. عندنا ريتيكولوم اندوبلازميك سوا ليس سوا ريغو، حتى هادو عندنا محضر ان شاء الله غادي نشوفوه. والميتوكوندري نقدروا نعتبروه لوزين ديال الطاقه، سي لوزين ديال الانرجي بالنسبه لا سيلول. الا ما كاينش هاد الميتوكوندري ما يمكنش يعني الخليه تخدم، او لا سي كوم ان موتور، يعني الا ما كاينش هذاك الموتور ما يمكنش الخليه تخدم. عندنا سيتوبلازم فاش كيعموا كاع هاد العضويات ديال هاد الخليه. عندنا سنتروزوم، لي ليزوزوم تاعهم اي سون تري امبورطون، عندهم واحد الدور يعني خطير. وعندنا بالنسبه لهادو سو سون دي ميكرو تيبول. دونك ان شاء الله كيف قلت لكم في الفيديو اللي جايين كل اورغانيزم ان شاء الله غادي نهضروا عليه وعلى الدور ديالو اشنا هي المهمه ديالو في هاد لا سيلول. ندوزو ان شاء الله للدياكو الاخر. دونك عندنا شاك سيلول ايتي نونتيتي فيفونت qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionnent de manière autonome mais coordonnée avec les autres. C'est-à-dire, on a chaque fois que les cellules sont une seule vie. Dans le cas d'organismes, parce qu'il y a une visa,
ميتوسيلولار يعني اللي تحتوي على خلايا كثيره هي كتخدم دي ماني اوتونوم يعني كتخدم بواحد الطريقه مستقله على الخليه مثلا اللي حداها ولكن هذا ما تمنعش انها يا ان كومونيكاسيون اونت لي سيلول واخا هما كل واحد الخليه مستقله بذاتها ولكن نقدروا نقولوا انه كاين واحد الكومونيكاسيون حوار او لا coordination entre eux, yani كيتعاونوا ولا كولابوراسيون ولا هذا بيناتهم. Donc chaque cellule est une entité vivante. يعني كل خليه هي متقلب ذاتها كتلبي يعني الحوايج ديالها ولي بوزوان ديالها شنو خاصها وهذا بوحدها ولكن بينها وبين خليه اخرى تتكون واحد الكومونيكاسيون. Voilà. عندنا لي سيلول دو ميم تيب سان ريوني اون تيسيو او ميم ريوني اون اورغان شنو نقولوا هنا بالكوب دي بان لي سيلول هما من نفس النوع وكيتجمعوا يعني سيلول خليه حدا خليه حدا خليه كيكونوا لنا ما نسميه نسيج خلوي ان تيسيو سيلولار هذا التيسيو هذا النسيج هذا حتى هو تجمع نسيج حدا نسيج حدا نسيج حدا نسيج كيعطيونا سكون ابيل ان اورغان اللي هو عضو Exemple, on a maintenant des cellules épithéliales. Donc, chaque, donc l'union des cellules, on a un tissu, ce qu'on appelle un tissu épithélial. Parce que les cellules épithéliales, on a les kékounouf l'intestin, ça me sert. Donc, le message de Khalawi de l'Amsran, c'est le cellule épithélial. Voilà. Donc, on a les figures radio. كي يصورون لنا كم كوا أنا راك دو باز كنبداو من اون سيلول ونقدرو نوصلو توت ان اتر فيفون كيما شفنا في أول في الديابو اللي كانوا قبل من هذا اللي فات بأن لا سيلول هي اون انتيتي كونستيتيسيونيل يعني حنا بنيوية نقدرو نبنيو بها توت أي حياة كوتية تقدر تدخل في البنية ديال ان تيسيو او لا ان اورغان اللي هو جزء دونك اون بارتي او لا توت ان كور اللي هو ان اتر فيفون دونك عندنا سيلول فاش كتجمع خليه حدا خليه حدا خليه كيعطينا نسيج هاد النسيج هذا فاش كيكون نسيج حدا نسيج حدا نسيج تعطينا عضو ان اورغان وعضو حدا عضو حدا عضو كيعطينا سكون ابيل ان سيستيم مثلا جهاز عندنا جهاز لاباري ديجيستيف سورتو هنا حيت عندنا لانتيستان مع ليستوما مع الفوا وهذا كيكون ان سيستيم ديجيستيف ولا جمعنا هاد لي سيستيم كاملين عطاونا ان كور فوالا دونك كما قلنا نقدروا نطلقوا من اون سول سيلول دو باز وقدرت عطينا تو ان تو ان اتر فيفون بالنسبه لا سيلول Donc la cellule là est donc une enceinte séparée de l'extérieur par une membrane capable de filtrer sélectivement les échanges. Donc on a déjà vu que chaque cellule elle travaille d'une manière autonome. Voilà qu'il y a une coordination entre les cellules. La membrane Hadi, la cellule, est donc une enceinte. Bien sûr, il y a des organites qui sont séparés de l'extérieur par une membrane. هاد الغشاء هذا هو اللي تحمي هاد الخليه من العالم الخارجي ديالها وسي هاد لا مومبران اللي كابابل دو فيلتري سيليكتيفمون لي زيشانج سيتادير ان التبادلات اللي كيوقعوا بين الخليه في الداخل والخارج ديال الخليه تيوقعوا بواحد الطريقه اللي هي انتقائيه ما يمكنش اي حاجه تدخل او لا تخرج دون مانيير الياتوار يعني طريقه عشوائيه لا كيكون طريقه انتقائيه عبر هاد لا مومبران هادي اللي كنسميوها لا مومبران بلازميك ولا ان شاء الله في الفيديو الجايه هي علاش غادي نهضروا نشوفوا اشنا هي لا مومبران بلازميك اشنا هما لي كونستيتيون ديالها المكونات ديالها والخصائص لي كاركتيرستيك اوسي ديال هاد لا مومبران واشنا هو لو رول اللي كتلعب في الخليه دونك جيسبر ان هاد يعني لا فيديو تكون سهله ومفهومه في الشرح Donc, pour récapituler, comme je l'ai dit, la cellule, c'est une unité constitutionnelle.
عندنا شفنا بان الخليه واخا كتخدم ديال المانيير اوتونوم كل وحده يعني مستقله بذاتها، ولكن كاينه ان كومونيكاسيون بين لي سيلول. شفنا بان لو تيساج ديال لي سيلول او التراس ديال لي سيلول بيناتهم كيعطيو ناس كنابيل ان تيسو اللي هو نسيج خلوي، اللي هو حتى هو التراس ديالو كيعطينا عضو، وهذا العضو يقدر يدخل يعني تيدخل في سكون ابيلا توت ان سيستيم، اللي هو جهاز اللي يقدر يعطينا توت ان اتر فيفا. شفنا اوسي بان لا سيلول محميه واحد الغشاء اللي سميتو الغشاء البلازمي، اللي تيحمي الخليه والمكونات ديالها على بالعالم الخارجي، واللي عبرو كتوقع مجموعه من التبادلات بطريقه تلقائيه. فوالا دونك كيف قلت في اول لا فيديو قبل ما نبداها، اي واحد عنده اي سؤال كيف ما بغى يكون يطرحه ما شاء الله انا نجاوب عليه في نجاوب عليه. ودابا ما يبقى لي الا نشكركم بالنسبه للناس اللي شافوا لا فيديو، وما يبقى لكم غير ديروا جيم وسبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايين. شكرا بزاف.